السؤال الاول سي الزروالي، الراي ديالك في الاحزاب السياسيه المغربيه؟ وتبارك الله راه ولاو عندنا بزاف الاحزاب، راه ماشي احنا رقم زوين عندنا، ولكن ماشي المهم هو كم عدد الاحزاب، لانه بغيتي تاسس جمعيه غدا ناسس لك 5000 جمعيه، بغيت تاسس حزب انا وياك نتلاقاو ونديروا حزب وصافي، لا ماشي هذا هو الهدف. امريكا شوف قداش يعني عندها جوج احزاب ولا ثلاثه، حنا كتصيب عندنا 30 50 حزب، وهادشي هذا الرقم هذا كيعني انه كاين شي خلل. ما تندخلوش في هاد التفاصيل، غير نجاوبك بصفه عامه على السؤال ديالك. شنو الهدف من ممارسه السياسه بعدا؟ انا باغي نكون نمارس السياسه او باغي نخرط في شي حزب او ناسس حزب، شنو هو الهدف؟ واش باغي انا؟ لانه حنا كنعرفوا ان كانت شحال هذه كاين احزاب كتاسس على قيم مبادئ برامج، وتدير دائما الشعار ديالها هو خدمه الصالح العام والقضايا الوطنيه، هذا هو الشعار. احزاب اللي تاسس قبل الاستقلال كانت من اجل محاربه الاستعمار، من بجار الاستقلال ولات من اجل ترشيد المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي الديني الحضاري، باش نمشيو نكونوا غاديين كاملين شي كيكمل شي ما بين السلطه واصحاب القرار وما بين الاحزاب اللي ماشي بالضروره تكون في المعارضه، ولكن كتعطي واحد النوع من التوازن باش الشعب المغربي كيكون عارف بانه كاين شي احزاب تنوب عنه من اجل ايصال في البرلمان ولا في المجالس ولا في الهيئات ولا في المجالس مجلس الحكومه مجلس الوزاري، انه عند مواطن بسيط الشطاب كيعرف بانه عنده اللي يهضر عليه، باش ما نهضروش كاملين غنكونوا 40 مليون نهضروا كاملين، يولي كل واحد فينا كيقول لك انا حزب، لا. اذا كيكون عندك واحد ثلاثه ولا خمسه ولا 10 ولا ما شنو اللي هما اللي كيوصلوا النبض ديال الشارع، المعاناه ديال المواطن، سواء كان بوعرفه ولا في الداخله ولا في بن فرح ولا في زومي، باش كتكون الحياه غاديه. واخا سيدي نرجع لصميم السؤال ديالك، مع الاسف الشديد انا كنهضر انطلاقا من تجربه شخصيه، ان الاحزاب ديالنا مع احترامي، لان في كل حزب كتصيب كاينين الناس انقياء حقيقه، ولكنهم ما عندهمش القوه باش يفرضوا النقاء ديالهم داخل الاحزاب ديالهم، كتصيب اللي مسيطرين على الاحزاب هما ناس باغيين يوصلوا للمناصب فقط من اجل تصحيح الوضعيه ديالهم والوصول الى امتيازات ومستحقات لي، وهذا شيء. واش انت باغي تكون في خدمه الاهداف الاخرى ولا باغي تكون برلماني ولا عضو مجلس بلدي ولا رئيس جامعه ولا هذا باش داك الشيء اللي باغي توصل له انت؟ اذا هنا كيولي واحد علامه استفهام كبيره. المبدا شنو هو في الحياه منذ بدء الخالقه؟ لا تعطي السلطه لمن يطلبها. جميع اللي باغي يوصل لواحد موقع في البرلمان ولا في شي مجلس ولا في شي حاجه، هو دائما راسم واحد اللائحه عنده ديال التطلعات ديالو. وهنا نوليو في ما الجدوى. اسمح لي الله يخليك، واش انت باغي تكون في هذا الموقع باش تخدم مصالح الاخرين ولا باش تحقق انت المطامح ديالك والتطلعات ديالك وداك الوصوليه اللي فيك؟ انا ما كنتهم حتى شي واحد، ولكن التجربه ديال هذه 70 سنه باش استقلينا تقريبا اثبتت لنا ان كل الاحزاب خيبت الظن ديال المغاربه. مع الاسف الشديد النظام راه داير شغله وفتح المجال وقال لهم يلا ها المعارضه ها الاحزاب ها اليسار ها اليمين ها الوسط ها كذا، والله وريوني وتناوبوا علينا. وانا عندي في واحد المسرحيه كنقول مع الاسف جربناهم جميعا واخيرا اكتشفنا اننا كنا بالنسبه لهم مجرد حطب، كانوا كيسخنوا علينا البنادر ديالهم باش هما يرقصوا رقصه التناوب. الان في هذا العصر دابا في هذا الوقت مع الشباب ديال الجديد، راه ما بقاش عند حق شي حزب انه يبدا كيغمق على هذا الشباب، هذا كل شيء واضح. واش كاين شي حزب كيطلع من اجل برنامج من اجل اهداف ويتحاسب من بعد 3 شهور 6 شهور، ماشي حتى تدوز 5 سنين يقول لك لا هو في الحقيقه ما حسبناش، لا هو في الحقيقه راه كانت عندنا بعض الضغوط بعض الاكراه. لا سيدي، كاين جوج حاجات، يا غتلتزم وتوفي بداك الشيء اللي درتيه في الحمله الانتخابيه ديالك، ولا رجع للور وتكمش بلاصتك وما تكذبش على المواطنين. انا شخصيا
ما بغيش نكون كنتمي لا لليسار ولا لليمين ولا الوسط، وما بغيش نكون انسان متشائم او عدمي ونقول لك انا ما غنمشيش نصوت كاع، لا غنمشي، ولكن اعطيني اعلام لمن غنعطي هذا الصوت ديالي. وانا كنعتبر العزوف عن التصويت حاله سلبيه عند الشباب، ولكن منين جاتهم هذا العزوف؟ جاهم من تراكم ديال السلبيات. الناس كيوعدوك بزاف ديال الاشياء ومن بعد ما كيحققوش 10% وكيقول لك لا واسمحوا لنا راه حقا نظرا وانه ذاك الاعتبارات كلها ما بقاش مسموح بها. ما قدرتيش قدم استقالتك من بعد 3 شهور 6 شهور قول انا داك الشيء علاش صوتيو عليا انا اعتذر ونسحب. دابا شوف الا بغيتي دير مباراه غتختار 50 شطاب، شطاب شاوش كيترشحوا 5000 كيختاروا منهم 50 ولا 100. 5000 ايوا، واحد باغي يولي وزير هكاك لله في سبيل الله، باغي يولي برلماني هكاك، ما كاينش شي لجنه دوليه او وطنيه على الاقل اللي تقول له سي انت بغيتي تكون برلماني ايه، وغندوزو لك واحد الامتحان اسيدي. قلنا اش كتعرف في السياسه؟ شنو باغي؟ باغي تكون وزير السياحه؟ شنو كتعرف في السياحه؟ باغي تكون وزير الصحه مع الحزب الا طلع وكانت عنده الاغلبيه انت اللي غتكون وزير الصحه ديالنا؟ شنو كتعرف على الصحه باش الحزب ديالك يرشحك من بعد الا كانت عنده الاغلبيه عنده الحق ديال الحكومه؟ وغيقدر يختارك انت انك تكون وزير الصحه، وزير التعليم، وزير الفلاحه. اذا الاحزاب خصها 30 عام قبل تكون كتصيفط الاطر ديالها ديال الشبيبه الاتحاديه، الشبيبه الاستقلاليه، الشبيبه ديال الاحرار، الشبيبه ديال التقدم والشراكه، الشبيبه ديال الحركه. صيفط اللي خدا البكالوريا تصيفطو 10 سنين يقرا، اللي باغيه يكون وزير السياحه يمشي يقرا السياحه، اللي باغي يكون وزير الصحه يمشي يقرا شنو هو اداره الشؤون ديال الصحه. ماشي ايوا اش غنديروا فلان اشنو ظهر لك؟ تكون وزير التجاره الخارجيه؟ لا تكون وزير الاشغال العموميه؟ تكون وزير التعاون؟ تكون وزير هكاك من باب تقسيم المناصب والحصص. هادشي ما كيمشيش هكذا الان. اي حزب خصو يكون عنده هيكله ديالو وعنده برنامج وعنده اطور ديالو. ما كاينش بدات زايده عليا بالخوا الخاوي. اذا باش نرجع للصميم السؤال ديالك، انا كنتمنى حاجه واحده وحنا كنشوفوا شنو واقع في العالم من حولنا الان من اضطرابات وتقلبات وتشوهات وحروب وكوارث. حنا بغينا نصونوا هذا البلد ديالنا، بغينا نكونوا ذاك الاستثناء الذي يضرب به المثل في القارة الإفريقية ولا في المغرب شمال إفريقيا ولا في المغرب العربي ولا في الوطن العربي ولا في الجامعة العربية، واش يضرب به المثل في الشفافية، دولة الحق والقانون، لا تعطي السلطة لمن يطلبها، للرجل المناسب في المكان المناسب، اللي عنده عنده وما تزايدش عليا بالخوا الخاوي، ما تكذبش عليا وبالوعود ديالك الفارغة في الحملة الانتخابية ومن بعد 3 سنين 4 سنين ما كنشوفكش نهائيا. كتفرغ السهرات ديالك والليالي ديالك والمشاريع ديالك وكتنسى كتقول وما يبقى شي شهرين ولا 3 شهور انا غادي نعاود ثاني ندير شي تحركات وغادي نمشي ونجمع الناس ونبدا نخطب عليهم وداك الشيء. اذا واش حنا غنبقاو دائما هكذا 70 سنه وحنا كنعاودوا نفس السيناريو، نفس الاسطوانه ونفس السنكار ونفس التدمر؟ الان ما بقاش عندنا الوقت الكافي باش نبقاو نستمروا في هذه التفاهات. كل حزب يرشح الناس. اولا انا ضد ان شي حزب يرشح لي شي واحد اقل من 40 سنه واكثر من 50 سنه. سمح لي خصني ما انا ماشي كنقرر غير حسب التقديرات ديالي. ما يمكنش يكون اقل من 40 سنه لان يكون مازال كيقرا مازال هذا مازال هذا. 40 سنه هي سن النضج بالنسبه لاي واحد كيما بغات تكون الكفاءه ديالك. اكثر من 50 سنه لان عاوتاني كنطيحوا في هذوك اللي غير كياخذ تقاعد كيقول ما كاين ما يتندار، اجي ندير السياسه واجي ندخل الحزب واجي ندير المزايدات الكلاميه والغوغائيات ديالي باش نعمر الوقت ديالي وصافي. اذا هذه المساله ديال اننا نعطي الكلمه للشباب، نعطي الكلمه للمراه سيدي، لان المراه تدبر شؤون البيت. حنا ديما عندنا كتصيب 4 النسبة ديال 10% في البرلمان، في المجالس كتصيب 2% 3% في الحكومة كتصيب 3-4%. يا خويا جربنا الحكومات والأحزاب والفرق البرلمانية ديال غير غنقولها بداك اللغة الشعبية ديالنا ديال بوركابي. المرأة سيدي المرأة ما عندهاش الزائد في مخها،
كترتب وكتحمل المسؤوليه وما مسموح لهاش بالخطا لان دقيقه في النظره ديالها للامور. نجربوا علاش لا؟ علاش ما تكونش عندنا رئيسه برلمان مراه؟ ما تكونش عندنا رئيسات مجالس بلديه الله جوج ولا ثلاثه اللي دازوا في تاريخ في المغرب كله نساء رئيسات عمدات ولا شي حاجه. فاذا خصنا نخرجوا من هذا التخلف وهذه الانتماءات الضيقه وبيع وشراء الاصوات لان كنتامروا على بلادنا، حنا كنتامروا راه عندنا ولادنا وعندنا الاحفاد والاجيال اللي غتجي وغتقول ها حتى شنو خلاونا هذوك الكوارث اللي سبقونا من هاد الاباء ديالنا والاجداد ديالنا، وغادي نوجدوهم لواحد الزمان صعيب ما غاديش يقدروا يواجهوه الا ما سلحناهمش ومهدنا لهم الطريق الان. فلذلك كنتمنى هاد الانتخابات تكون مرحله فاصله بين مرحلة دازت 70 سنة بكل التشوهات والإيجابيات والسلبيات ديالها، ولكن لا أعتقد أنه الفترة الجاية يمكن لها تقبل شي واحد اللي غير غيجي ويتلاح ويسيب راسو شي نهار في موقع القرار والمسؤولية بلا ما يكون عنده الأدوات اللازمة اللي كتأهله باش يكون جدير بهذاك الموقع اللي هو فيه. هادي شوف هادو شوف هذه دخلها حتى هي ضمن التشوهات ديالنا. امريكا رؤساء امريكا كيجيب فنان ولا مغني ولا في سينمائي كبير وكيدخلوا، ولكن تسمى بواحد الفنان معين. هادو الشباب ديالنا انا كنقول الفنان ما خصوش يكون عنده ميولات لهذا الحزب او هذا الحزب، ماشي محايد معناه سلبي لا. انا ملي كنكون كندير عرض مسرحي في القاعه عندي 400 ديال الناس، عندي كل الاحزاب واش كنسولهم في الباب انت مش من حزب كتنتمي؟ انا غادي نخرج راسي من هذا المكسب ديال انني في القاعه عندي كل الاحزاب ونصيب راسي انا كنبوق ديال الدعايه لشي حزب ضد الاخر، ماشي من منطلق قناعتي بهذا الحزب، من منطلق ان هذاك الحزب وفر لي شي امتيازات ولا شي وعدني بشي اشياء. فنان ومثقف ماشي كنقول خصو يكون بعيد على السياسه، ولكن يكون مراقب لما يجري في المجال السياسي، وإلا شاف الخطأ ما يسكتش عليه سواء في هذا الحزب أو ذاك. أما إلا تا هو تخنق وتصنف أنه ضد هذا مع هذا باش يعطيوه شي بوس ولا يعطيوه شي يعينوه مدير مهرجان ولا يشريو منه عروض ولا شي حاجة، كيولي تا هو من المرتزقة اللي ساهموا في التخلف السياسي اللي كنشتكيو منه الآن. أنا شي مرات سولوني على هذا السؤال بحال هذا، قلت لهم على كل الاحزاب المغربيه، قالوا لي انت واش كتايد هذا الحزب او ذاك؟ شنو قلت لهم؟ قلت لهم على كل الاحزاب المغربيه بغض النظر على التوجهات ديالها يمين يسار وسط هادشي ما كندخلش في التفاصيل، على كل الاحزاب المغربيه ان تبحث لها عن موقع وسط التجربه الابداعيه ديال عبد الحق الزروالي، ماشي انا نقلب على موقع ديالي في هذا الحزب او في هذا الحزب او في هذا الحزب. الاحزاب كلها خصها تنافس لكي تجد لها موقع في التجربه ديالي، ماشي انا نقلب على موقع في المجال الحزبي ديالهم. ولو فنان المسرح كان منذ عشرات القرون، حزب عنده 30 سنه انا نمشي كنتخندق معاه، هو انا عندي ثلاثه القرون خمسه القرون، المسرح كان قبل مئات القرون عشرات القرون، كيفاش الجدع كيقلب على بلاصتو في الفراغ؟ حزب عنده 10 سنين ولا 5 سنين يولي هذا المسرح او بيتهوفن والموسيقي كيقلب على بلاصتو في واحد الحزب اللي عاد تاسس هذه يومين ولا ثلاث ايام. اسمح لي، الفنان المثقف الحقيقي المبدع الحقيقي ما يكون ضد حد ما مع حد، هو كياخذ المجهر ديالو وكيراقب بحاله بحال الصحافه، الصحافه الحره المبدع الحر اللي ما عندوش ولا ضد ولا مع، ولكنه مجهر ديال ما اش واقع. اما الا بدا كيتخندق وغيولي بوق ديال الدعايه حتى هو غيدخل في الارتزاق السياسي، وهذا هو اللي ضيع علينا بزاف ديال الوقت باش ما وصلناش لذاك الشيء اللي كنتمناه.